السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بافضل صحة واحسن حال. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله يعني زي ما تقولوا كده مشبك صغير، او اللي بيسموها في الهند حلوى كوشي، اللي كانت في مسلسل كوشي وارناف. لو اتفرجتوا عليه وشفتوا كوشي وهي بتعملها، كل ما تبقى زعلانة كانت بتبقى تعملها. هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. المقادير معانا: كوباية دقيق، كوباية نشا، كوبايه ميه، والكوبايه اللي هعاير بيها الدقيق هي اللي هعاير بيها النشا هي اللي هعاير بيها الميه. هاخد من كوبايه الزبادي دي معلقتين بالظبط، وهنا معانا خميره، هاخد معلقه كبيره ممسوحه، واخد معلقه صغيره ملح، وهاخد يعني ربع معلقه من البيكنج باودر. بس هي دي مقاديرنا. انا هضاعف الكميه، انت براحتك، عايزه تعملي كيلو دقيق حطي كيلو نشا، حطي لتر ميه. عايزه تعملي بقى اهم حاجه ان الكوبايه اللي هتعايري بيها اي كميه من الدقيق هي اللي هتعايري بيها النشا هي اللي هتعايري بيها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع بعض. اول حاجه انا حطيت هنا معلقه سكر في الميه الدافيه دي، وهاخد بسم الله الرحمن الرحيم يعني معلقة كبيرة كده ممسوحة من الخميرة، وهبتدي ادوبهم مع بعض كده. دي مية دافية خلاص، وهنسيبها بقى مع بعضها ايه شوية كده. هاخد بقى عندي الدقيق على النشا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده، وهحط الملح يعني هاخد كده، شايفين؟ بصوا يعني رشيت الملح كده، والبيكنج باودر هاخد كده شوية. استنى بس اجيب معلقة عشان البيكنج باودر. خلاص كده حطيت المعلقة الصغيرة من البيكنج باودر، وهاجي بقى اخد هقلبهم كده المكونات الدافية مع بعض الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل بحوالي معلقتين كبار من الزبادي، معلقتين كبار من الزبادي، بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بالمية الدافية بتاعتي والنشا والخميرة مع السكر كده، وهفضل اخلط فيهم لحد ما يعملولي عجينة شبه كده خليط الكيك. بصوا حبايب قلبي بقى، انا كده ايه خلاص يعني. بصوا القوام بتاعها انا عايزاه بالمنظر ده، بصوا كده شايفين؟ انا عايزاه كده، مش اخف ومش اتقل. هسيبها تريح نص ساعة، في النص ساعة دي بين كل ربع ساعة وساعة هفتح بعد ما خدتها بالستريتش ريب، سيبها تريح كويس، هفتح اطلع الهواء منها كده بالمنظر اللي انا بعمله لكم ده كده اهو، شايفين؟ اطلع منها الهواء، بعدين هسيبها ربع ساعة تاني، وبعد كده نرجع. انا بقى مش هقولك حطوها في كيس حلواني ولا الكلام ده، لا، لو عندك كيس تلاجة عادي، لو عندك اللي هو الكيس حلواني اللي هو العادي ده اللي هو البلاستيك عادي، ما عندكيش خالص، او عندك اللي هي اي حاجة اللي هي بتاعت الكاتشب دي تنزلي منها، مفيش مشكلة. زي ما قلتلك ما عندكيش، مش هنقف على حاجة، هنستخدم كيس التلاجة وهتطلع حلوة جدا معاكي وهتقضي الغرض، مش هنقول لا يعني. بس كده خليها بقى تخمر ونرجع نعملها مع بعض. بصوا بقى كده حبايبي اهو، خلاص فتحت عليها، هنقلب نطلع الفقاعات الهوا دي منها، وبعدين نحطها في كيس التلاجة ده وهقولكوا نعملها على البوتاجاز.
طلعي منها الهوا. بصي الاجن عامله ازاي. بصي حبيبي معلش بقى، كنت فاكره ان انا بصور وما طلعتش بصور. هخلص دي واعمل لكم تاني، هقلبها بس كده ونرجع نعمل تاني. اهم حاجه بصوا تطلعوا نفس اللون ده كده اهو، يا رب تكون باينه لكم في الكاميرا. بصوا كده اهو بقى بحطها في كيس التلاجة اهو، وانزل اهو بالمنظر ده كده. ماشي يلا. تحكمي بقى انتي في سمكها زي ما انتي عايزه كده. هاخد واحدة كمان صغيرة هنا بس كده، هكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي. بصوا متاخدش سوا خالص ازاي. هكمل كل الكمية وارجع لكم بقى. بصوا بقى حبيبي دي شكلها خلاص بعد ما خلصت كده اهو. عايزة اقول لكم تحفة ومقرمشة جدا. بصوا انا طبعا يعني مش استنيت، لازم ادوقها بس افتح لكم واحد. بصوا بصوا مقرمشة جدا، بنتي بتضحك عشان بتاكل منها. بصوا كده كمان القرمشة. بصوا من جوه هشة ازاي، شايفين تحفة بجد. بصوا كده بجد جربوها، حلوة جدا وهشة وخفيفة وطعمها مش قادرة اقول لكم، تحفة يا بنات. اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسيش تحطي لايك. هي حلوة يا جميلة. لا ده صوت عادي، ده اللبن بيفور عادي جدا، ما تاخدوش في بالكم خالص خالص خالص. فزي ما قلت لكم بقى، لو اللي مش مشتركة في القناة تشترك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ما انا مش هقفل الفيديو عشان اروح اشوف اللبن، عيب ما ينفعش اسيبكم وراح. هو كده كده فقر ده الطبيعي. ماشي حبيبي لايك بقى عشان حتى حق اللبن اللي سامعين. ايه رأيكم اللبن بيفوق ايه؟ ماشي اقفل بقى معاكم واروح اشوف اللي انا عملته هناك على البوتاجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.